بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيدعموا هذا القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس اللي تيخليو تعليقات زوينة. تنتمنى الفيديوهات اللي تتحطوا او التعليقات او المشاكل اللي تتحطوا تنحط على حسب الطلب. تنتمنى انكم تستفيدوا من الفيديوهات اللي تنحط. كل واحد اللي حط لي شي مشكله انا تنخدم عليها وتنحطهم تنجاوبكم بالفيديوهات. تنشكر الناس اللي تنجحوا معاهم الوصفات وتحطوا لي راه خدموا الوصفات وجابوا معهم نتيجة إن شاء الله بحول الله وقوته. كاينين الحمد لله التعليقات بزاف إيجابيات ولكن قليل من السلبيات. لابد احنا ناخدو من الإيجابي وناخدو من السلبي. ميمكنش كل شيء العالم يكون راضي عليك أو أنك غتكوني 100% إيجابية. لابد كاين إيجابي وكاين السلبي. الحمد لله والشكر لله تنقلبوا ديما على الايجابي وتنقلبوا على الحاجه اللي ترضي الجميع. حنا فاتحين القناه بالناس والناس هما تيستافدوا منا وتنستافدوا منهم على حسب كل واحد والاستفاده ديالو فين كاينه. قد ما عطيتي غادي تاخدي. هما تيحطوا الحب والاحترام وحنا تنودهم بالحب والاحترام. اذا حنا متعادلين كل الامور ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحطوا هاد الوصفه للناس اللي طلبوها على حسب الاولاد ديالهم للنجاح وللتفوق للولد باش الولد يولي يبغي المدرسه ديالو يولي يبغي يمشي المدرسه. هو باغي يمشي ماشي دافعينه، خاصو هو يبغي المدرسه ولكن خاصني نعرف الجوانب اشنو المشكل عند ولدي، شنو المشكل اللي عند ولدي وشنو خاصني ندير معاه. عاد نحط لكم وصفه ديال وصفه قرانيه باش غيكون يتميز ويكون تفوق ويكون عاجبك ويكون ولدك باغياه كيما بغيتي. لان احنا تنقلبوا ديما على الولد ديالي او البنت ديالي تكون متفوقه وتكون احسن. ولدك ديما غيكون بغيتي يكون احسن. اذا احنا ديما نخدمو على الطاقه الايجابيه اللي غادي نعطي لولدي. اولا واش الام مستعده انها تعطي لولدها هذاك الشيء اللي خاصها تعطيه؟ كاين الام اللي ما كايناش تلوح اللومه على ولدها، ولكن انت واش موفره ليه بعدا موفره ليه الجو العائلي، الجو الاسري، الماكله ديالو، كيفاش هو تهيئيه للمدرسه، تنظمي ليه نعاسو، تنظمي ليه الاكل ديالو، تنظمي ليه ولا يكون غني ولا فقير. ان حنا تنمشيو على حسب القدرات اللي عندنا في حياتنا. الا عندك قليل تتعطي قليل، عندك كثير تتعطي كثير. ولكن الولد علاش ما عودتيه تيمشي؟ اذا الولد الا باغي المدرسه خاصني نشوف القسم واش هو باغي القسم باغي القسم انه واش راضي على القسم، راضي على الاستاذ، باغي انه يمشي المدرسه، عنده نفور من الاستاذ ديالو، واش عنده نفور من الاصدقاء ديالو. حيت واحد المره المراه حطات تعليق بانها الابن ديالها نافر من المدرسه. خاصني نعرف شنو القسم فين تحط، واش مزيان الاستاذ اللي هذاك واش باغيه ولا الاستاذه واش باغي الاستاذه. انه المواد اللي تحطوا ليه في هذاك القسم واش هو قادر، عنده المواد، عارف يقرا الفرنسيه واللغه العربيه وعلى حسب التكوين ديالو واش عند متوسط ولا لا باس به ولا مزيان على حسب اشنو باغي.
كاين الابن اللي تيوصل لوقت المدرسة تيبغي يمشي للمدرسة، انه عنده حب انه يمشي مع صحابه يدير علاقات، البنت هي نفس الشيء. اما هو الا كان عنده صديق وتفارق معاه تيبقى تيولي ما تيبغيش المدرسة نوفور او على حسب الدري. اول حاجة على حسب، انا سولت قال لك الابن خاصو ينعس بك مزيان، خاصو يوصل لواحد الوقت وينعس بكري، لان النعاس تيضيف لي واحد الحاجة ايجابية في حياته. ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطوا القراءه ديال هاد الوصفه ديال الاطفال اللي عندنا محيريننا، وعندنا وليدات بغيناهم يقراو بغيناهم يوصلوا، بغينا وليداتنا يكونوا على خير وبخير. كاين الامهات مقلقين على ولادهم، ولكن هاد العطله ولادنا ولفوا عادات سيئه، ينعسوا معطلين، يفيقوا معطلين، ياكلوا اللي بغاو، ياكلوا على خاطرهم. ولكن علاش ما غيبغيوش يدخلوا المدرسه؟ لانهم تعلموا يهزوا الموبايل او البورتال ويبقاو هازين، حتى هما كي الكبار يبقاو انهم ياخذوا البورتابل يشوفوا لي جو يشوفوا هذه. اذا عندهم الرفاهيه، عندهم بانهم في وقت العطلات تيولفوا الرفاهيه. اما احنا خصوصا احنا الاولاد خاصنا نعلمهم، خاصهم يعتمدوا على رؤوسهم، وخاصهم انهم يكونوا ايجابيين، يوليو عمل عمل، قرايه قرايه، وقت الراحه وقت الراحه. هما الدراري ما بقاوش متعودين على هاد التصرفات. اذا الام خاصه واحد المجهود كبير باش انها تواصل مع وليداتها وتحببهم في قرايتهم وتواصل معهم، وعلى الاقل في الايام الاولى تمشي معهم وتجي معهم حتى يولفوا انه يمشي ويجي وتعرفوا على اصدقاء جداد ويوليو انهم باغين يقراو. نشوف الاستاذ اللي هما تحطوا عنده واش مزيان، واش نسول على المعلم او البروف اللي غادي يقراو عنده، يكون نسول عليه واش مزيان، واش تيقريه، واش باغيه، واش باغي الاستاذه ولا ما باغيهاش. كاين الولد اللي تيسمع السيره ديال الاستاذه ما مزياناش او قبيحه او تضرب او هذاك، تينفر من القرايه. اذا حنا خاصنا نشوفوا الاحتياط الابن ديالنا، علاش ما باغيش يقرا، علاش خاف من المدرسه، علاش انه ما بغاش يتواصل. اذا انا نشوف نمشي معاه ونجي معاه ونعرفه على اصدقاء ديالو اللي تيمشيو معاه ويجيو معاه ونحبو في الدراسه. اما الوصفه الربانيه ان شاء الله نحاول انني ناخذ زيت اي زيت بحال هذا، وناخذ زيت بحال هذا او زيت البلاد زيت العود. اما بالنسبه للدري خاصو شي زيت يكون فيه بارفان، يكون ريحته تكون جيده وصافي، كوكو ولا زيتون ولا. وناخذ ماء معدني، وناخذ العنب المجفف هو الزبيب. والمهم ونقرا عليهم هذه القراءه ان شاء الله بحول الله وقوته. الام مره في الاسبوع ديرها لولدها باش يكون متفوق ويكون مزيان ويكون على خير وبخير. خاصني ولدي نواصل معاه ونجتهد انني نوقف مع وليداتي، لان اليوم حنا معاهم وغدا خاص يكونوا يعتمدوا على رؤوسهم. بالنسبه لي انا نقرا، نحل الماء ونحط هاد العنب المجفف والزيت، نحل كل شيء، القرعة نحط هاد القرعة نحلها ونحل هاد القرعة ونقرا قراءة شاملة ونفت عليهم كاملين ثلاثة، ولو مرة في الأسبوع نبداها لي بيوم الاثنين، حيت يوم الاثنين تيكون ثقيل، نبداها لي بالحد في الليل والصباح باش يصبح خفيف. غنقرا بسم الله ونحل القنينة، نحل القنينة ونحل الزيت، نحل الزيت نحل الزيت ونقرا قراءتي على المكونات. نقرا بعد ما
نقول نصلي ركعتين لاستجابة الله سبحانه وتعالى باش يعاونك في وليداتك، يعاونك في قراءتهم. نقرأ 7 المرات الفاتحة الكتاب 7 المرات، ونقرأ الإخلاص 7 المرات، سورة الإخلاص 7 المرات، ونقرأ سورة الشرح 7 المرات، ونقرأ سورة القلم 7 المرات، نقرأ على المكونات كلهم هذه القراءة، نقرأ الفاتحة 7 المرات، ونقرأ سورة الإخلاص 7 المرات، ونقرأ سورة الشرح 7 المرات، ونقرأ سورة القلم 7 المرات. إن شاء الله بحول الله، وننفت على هذا الزيت، وننفت على هذا الماء، وننفت على هاد العنب المجفف. نحاول الصباح نعطيه 7 الحبات من هاد العنب المجفف، وياكل نعطيه 9 أو 11، ديما نعطيه بالفرد، إما 11 إما 3 إما 7. إلا ما كانش يبغي نعطيه، نحط ليه فانيد، نقرا عليه فانيد أو ملبس دغاجي أو شي حاجة اللي تيبغي، تيا شي حاجة حلوة نقرا عليه، إما عسل إما التمر. المهم إلا كانش يبغي هذا نحط تمر، نحط الحاجة اللي تيبغي، حاجة اللي تيبغيها، المهم تكون حلوة على الصباح، تكون حاجة حلوة، تكون صباح تكون جيدة. أما بالنسبة للماء توا نعطيه الصباح كأس صباح وكأس كأس صباح وكأس من يبغي ينام. ناخد قنينة كبيرة فإطرو ونص، إطرو ونص، ونعطيه مدة أسبوع يبقى يشرب كأس صباح وكأس في العشية. أما الزيت ندهن ليه راسو، ندهن ليه الرأس ديالو هنايا باش يربي يشرح لي صدره. وليلة سورة القلم مزيانة باش ربي يعاونه في القراءة ديالو، وسورة الشرح اللهم اشرح له صدره ويسر أمره وحل عقدة من لسانه. ديما نقول اللهم اشرح صدر والدي، اللهم اشرح صدره ويسر أمره وحل عقدة من لسانه. ونفتلي على الصدر ديالو، نقرا سورة الشرح نفت لي على الصدر ديالو باش يولي بغي المدرسة. ونحاول انني ديما نتواصل معاه بلغة عادية، ما نضربوش، ما نتسرعش في الحكم عليه، نعطيه حقه انه يهضر باش يتواصل معك. اذا نعطيه العنب، نعطيه الزبيب، ونعطيه الماء، ونعطيه الزيت، ندوز ليه على الرأس ديالو، جيت الرأس ديالو من الفوق. ان شاء الله تكون هضرتي مفهومه. بحول الله وقوته، هاد الوصفه راه صالحه باذن الله الواحد القهار، انها وصفه ربانيه وصالحه للاطفال اللي يبغيو القرايه يوليو اذكياء، لان صورة القلم مزيانه. ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط هاد الوصفات ان شاء الله ديال الاطفال، ومن بعد غادي نحط لكم وصفات اخرين ان شاء الله. اذا ما بقى لي والو غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتابوناو عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.